الواحد أمين. الكورال اللي النهاردة كان موجود معانا هو كورال كنيسة السيدة العذراء بأخميم، نحييهم كلهم. حاضر معنا اليوم عدد كبير من الآباء الأساقفة ومن الآباء كهنة القاهرة وكهنة الإسكندرية ومجموعة من فنلندا ومعهم أستاذهم ومجموعة من السويد ومن كندا ومن أمريكا، نحييهم جميعا. سؤال: كيف تكلمت الحية مع المرأة؟ وهل هي من البهائم أم من الوحوش؟ في سفر الرؤيا بيقول إبليس الذي هو الحية القديمة والتنين والشيطان، فالحية اسم من أسماء الشيطان، أو الشيطان دخل فيها واتكلم منها، يعني الشيطان نفسه كان واخد شكل الحية وهو اللي بيتكلم. واحد بيقول: أرجو تفسير قول السيد المسيح: ألم يوجد من يرجع إلى الله ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ كيف غريب الجنس؟ ما كانش يهودي هذا الشخص اللي رجع يشكر. سؤال: أين كتاب حياة التوبة برجاء إعادة طبعه؟ حاضر من عيني. إن كنت مشتاق للكلام على التوبة يعني ولسه الكتاب مطلعش، ففي عندنا كتاب الرجوع إلى الله تقدر تقراه، وكتاب مخافة الله برضو تقدر تقراه، وكتاب اليقظة الروحية وكتاب السهر الروحي، خدهم كمقدمة لغاية لما يجي لك كتاب التوبة. واحد بيقول: أنا شاب في سن 19 سنة وأريد الرهبنة من كل قلبي، وتشاورت مع أب اعترافي ومع بعض الآباء الرهبان وأطلب ما هي التداريب التي يمكن أني أفعلها لكي أقوى على الحياة الرهبانية. إذا ما كانش نافع بلاش، عشان ما تعطلش على الباقيين. عمرك 19 سنة، يبقى لازم تكون واخد إعفاء من الخدمة العسكرية، مش معقول هتاخد إعفاء في السن دي علشان ما تترهبنش وبعدين يطلبوك بالذهاب للجيش. وإذا ما كنتش كملت تعليمك لازم تكمل تعليمك. أما التدريب فتدرب على حياة الصلاة، على البعد عن مغريات الحياة، على القراءات الروحية الكثيرة، على حفظ المزامير والصلاة بيها، على عدم إضاعة الوقت في التافهات.
ابتدي بأي حاجة من دول. واحد بيقول لماذا لا يوجد طابع الكلية الإكليريكية ضمن طوابع تنسيق الثانوية العامة؟ وهل لا يوجد اعتراف بالكلية عن إيه؟ مش فاهم يعني السؤال ده. يعني تكون متخرج من الكلية الإكليريكية ب90% مثلا ويدخلوه كلية طب؟ إيه تقصد بطابع الكلية الإكليريكية دي؟ يا ريت تفسرهولي في الأول عشان أقدر أجاوب. واحد بيقول الحصان اللي كان راكبه ماري جرجس راح فين بعد ما استشهد ماري جرجس؟ غالبا الحصان ده كان مع الجمل بتاع ماري مينا والجمل بتاع الامبرويس والتعبان بتاع مرسوم العريان. وصاحب السؤال فاكر ان الحصان ده اعتبر من القديسين عشان كان راكبه مرج القديسين. بتقول متى أذهب إلى الكنيسة بعد انتهاء الدورة الشهرية؟ هو في الأول الإنسان يعني هو طبيعي ما فيش مدة فاصلة، لكن في إجراءات للتطهير والاستحمام ولبس ملابس جديدة وحاجات زي كده. واحد بيقول التحقت بإحدى الجامعات وهي جامعة القاهرة واتأخرت في حجز مكان سكن لأن طالب مغترب، فأريد أن ترشدني في الحصول على سكن مناسب تابع للكنيسة. وبيقول ولماذا لا تساهم مجلة الكرازة بنشر أسماء بيوت الطلبة المغتربين وعناوينها وبذلك تساهم في حل المشكلة؟ أرجو إن أنا أشوف أسماء البيوت دي وأنشرها لكم في مجلة الكرازة. فكرني. واحد بيقول في كل بيت مسيحي يوجد صور لآباء قديسين وأيقونات ويقوم أهل هذا البيت بتقديم البخور والصلاة، مش من حق أهل البيت يقدموا البخور؟ أهل البيت يقدموا البخور؟ تقديم البخور ده من أعمال الكهنة. كمان الصور أو الأيقونات اللي يقدم لها البخور هي اللي متهونة بالميرون، لكن أي صورة عادية لا يقدم لها البخور.
واحد بيقول رجاء أن تفصل بين الإجابة على الأسئلة والمحاضرة بترنيمة بسيطة ولو لمدة دقيقتين فقط حتى نتمكن من قلب شريط الكاسيت بعد الإجابة على الأسئلة على الوجه الآخر. حاضر تحت أمرك. تبقى تاخد له بيقول قرأت في سفر العدد من لمس الميت يتنجس. ده كان في العهد القديم قبل الخلاص، وكان الموتى ينتظرون في الجحيم لغاية لما المسيح يفدي العالم، لكن حاليا لا يوجد شيء من هذا النوع لأن الميت بيروح الفردوس. حتى في العهد القديم نلاحظ أن ميتا لمس جسد إليشع النبي فقام من الأموات، يعني برضو كان عظام القديسين ليها كرامتها في العهد القديم. يقول هل من الضروري تغسيل الميت قبل دفنه عشان الدود ياكلوا حاجة نظيفة كويسة كده؟ هي حاجة عادة يعني، لكن لو ما اتغسلش مش هيجرى حاجة. وبس الناس من إكرامهم للميت يحبوا إن يحتفظ بنظافته جسدا وروحا. واحد بيقول ما رأي قداستكم في الآية لأنها يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. الكلام ده في الشفاعة، في الشفاعة، لكن الشفاعة الكفارية، يعني ما في واحد بس كان وسيط بين الله والناس في الكفارة، واحد وسيط بين الله والناس في دفع ثمن الخطية، لكن في الشفاعة التوسلية سواء شفاعة الموتى في الأحياء أو الأحياء في الموتى أو الأحياء في الأحياء فهي معروفة في الكنيسة. اقرأ فصل كامل عن هذا الموضوع في كتاب اللاهوت المقارن. أنا عارف أن صاحب هذا الخط خطه مألوف ليا وبيكتب أسئلة لاهوتية كتيرة، فممكن تقرأ كتاب اللاهوت المقارن الباب بتاع الكفارة وجايب الآية دي. واحد بيقول لماذا يخاطب الله الكنيسة بضمير المذكر وإسرائيل بضمير المؤنث؟ مش باستمرار يعني، طب ما هو ربنا والرسل أيضا بيخاطبوا الكنيسة بالمؤنث. بولس الرسول بيقول خطبتكم لقد خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، وفي أفسس الإصحاح 5 بيشبه الكنيسة بعروس للمسيح، وفي مثل العذارة بيقدم جميع المؤمنين كخمس عذارة حكيمات. أنت بتلخبط الناس الباقيين دلوقتي. أما حكاية إسرائيل بضمير المؤنث، في بعض أوقات لما بيتكلم عن إسرائيل بيقصد مملكة إسرائيل، وما دام مملكة يبقى تعبير مؤنث.
واحدة بتقول أنا فتاة في الجامعة ومشكلتي أنني أعاني من الخوف دائما في هذه الأيام، أعاني من الخوف من الموت وقد ضعف إيماني، ولكني أصلي إلى الرب أن ينزع مني هذا الخوف الذي يضعه الشيطان باستمرار في عقلي ويهيئ لي أفكار فكيف أتخلص. أنت بتخافي وما فيش سبب تخافي منه، يعني لما تسألي نفسك تقولي إيه السبب اللي بخاف منه تلاقي ما فيش سبب، هديك طالبة كويسة في الجامعة وعايشة كويس. أما من جهة الموت فاشمعنى يعني أنت اللي تخافي من الموت وزميلاتك البنات التانيين مش خايفين ليه؟ وإن خفت للموت استعدي ليه، فلما تستعدي ليه مش هتخافي. يعني الموت مش هيلاقي غيرك ينقيه يعني من كل طلبة الجامعة، لكن مع ذلك تذكار الموت مفيد إن الإنسان يتوب ويعيش في حياة التوبة ويكون مستعد ويقول لي يا رب في أي وقت تيجي تاخدني تجدني مستعد ليك. واحد بيقول عندما حبل بالسيد المسيح له المجد في بطن القديسة العذراء من كان يدير العالم؟ هو نفسه صاحب السؤال بتاع الوسيط الوحيد، نفس الخط كان هو اللي بيدير العالم. ربنا موجود في كل مكان، في كل مكان كان في الوقت اللي كان موجود فيه في بطن العذراء، كان موجود في السماء وفي الأرض وما بينهما، زي الآية المشهورة بتاعت يوحنا 3:13، ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فهو في السماء وبيكلم نيقوديموس على الأرض، موجود في كل مكان. واحد بيقول من هو؟ من هو الذي صارع مع يعقوب؟ ربنا في هيئة إنسان، وزار إبراهيم مع ملكين برضو ربنا في هيئة إنسان، وكان مع الثلاث فتية في أتون النار برضو ربنا في هيئة إنسان. بيقول هل هو السيد المسيح بذاته أم أقنوم الإب؟ وليه بتفصل أقنوم الإبن عن المسيح بذاته؟ هو أقنوم الإب وهو المسيح وفي شكل إنسان. الناس بعتين لي الرتيل الترتيلة مؤلفينها عليا، أشكرهم على ذلك. بيطلب اتحل على المعاش، وكان مهندس استشاري كبير، وبيطلب ان هو يتبرع في اي عمل انشائي خاص بالكلية الاكليركية. اشكرك على روحك الطيبة وهحتفظ بالاسم والعنوان والتليفون. واحد بيقول أبونا القسيس يعني بتاعه، أبونا يأتي متأخرا
في صلاة القداس الإلهي ويبدأ بصلاة الشكر ويدمج بها أوشية المرضى وأوشية الإنجيل، يدمجها إزاي مش عارف، دون أن تقال أربعة ناقوس وزكسولوجيات. وفي صلاة القداس أيضا يقول صلاة الصلح الطويلة ويكمل باقي صلاة القداس بسرعة رهيبة لدرجة أننا لا نفهم بيصلي في حتة يعني، وذلك لأجل أنه يخلص في معاده. يا ريت تكتب لنا اسمه في ورقة وإحنا نبعت واحد يحضر القداس ده ويشوف أبونا بيعمل إيه. لكن تقول لي أبونا وما تقولش اسمه، تفتكر هحل الموضوع إزاي؟ أعمل اجتماع لجميع كهنة القاهرة أقول مين فيكم بيعمل كده؟ قول لي بالظبط وإحنا نشوف لها حل. نكتفي بالأسئلة دي ويقولوا لنا ترنيمة صغيرة على بال ما نعيد الشتاء، والدنيا بتغرب بدري كتير قوي عن الأصل. أنا بقول نيجي بدري عليا أنا، أنتوا جيتوا بدري وحالتكم كويسة. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبه سفري الى الخارج وعودتي منه، اريد ان اقول ان سبب اسفاري الكثيره هي الشعور بالمسؤوليه، الشعور بالمسؤولية. وعايز أخلي موضوعي النهاردة عن الشعور بالمسؤولية. الإنسان، كل إنسان يجب أن يشعر بالمسؤولية أمام الله وأمام الكنيسة وأمام المجتمع وأمام نفسه. الأربعة دول، أمام الله وأمام المجتمع وأمام الكنيسة وأمام نفسه، يشعر بالمسؤولية أمام الله لأنه باستمرار بيصلي في صلاة الليل ويقول هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعب من أجل كثرة ذنوبي. الإنسان سيعطي حسابا لله ليس فقط عن ذنوبه وخطاياه، وإنما أيضا عن أعمال البر التي كان يمكنه أن يعملها ولم يعملها، لأن الكتاب بيقول الذي يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. يعني يشعر بالمسؤولية سلبا وإيجابا أمام الله، ويشعر بالمسؤولية أمام المجتمع الذي يعيش فيه، مسؤولية في طاعة القوانين، مسؤولية في الحفاظ
على سلامة البلد وعلى نظافته وعلى سمعته، وأيضا مسؤولية من جهة العمل الذي يقوم به، ولازم يكون أمين في عمله ويستحق الفلوس اللي بياخدها مرتب، ومسؤولية أمام الكنيسة اللي هنتكلم عليها بتفاصيل، ومسؤولية أمام نفسه أمام ضميره، لأن الضمير هو حاكم لا يجامل، ولازم الإنسان يكون أمين أمام ضميره. لعل من الأشخاص الذين شعروا بالمسؤولية أمام ضمائرهم ليس فقط الأبرار وجماعات القديسين، إنما حتى يهوذا الإسخريوطي نفسه شعر بمسؤولية عمله، وذهب وأرجع المال وقال لرؤساء الكهنة: أخطأت إذ أسلمت دما بريئا. مسؤولية. الإنسان اللي يشعر بالمسؤولية يسلك حسنا في كل عمل، والإنسان الذي يشعر بالمسؤولية يكون أمينا في اعترافاته، والإنسان الذي يشعر بالمسؤولية يكون جادا لا يهمل ولا يستهتر مهما كان. طب احنا مسؤولين عن مين؟ كل إنسان مسؤول عن نفسه، مسؤول عن أولاده، مسؤول عن عمله، وبعض أشخاص يكونون مسؤولين عن هذا الجيل الذي يعيشون فيه وعن العمل من أجل الجيل المقبل الذي يأتي بعدهم. مسؤولين عن هذا الجيل الذي نعيش فيه إنه يبقى جيل كويس من كل ناحية، وخصوصا بالنسبة إلينا نحن رجال الكهنوت، وبالنسبة للخدام وللكهنة جميعا، مسؤولين عن هذا الجيل، ومسؤولين أن نعد للجيل المقبل، مسؤولين أن نعد للجيل المقبل. يعني إيه مثلا؟ يعني إحنا لما بنبني كنايس في المهجر بنبنيها من جهة الشعور بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية نحو الأقباط الذين يعيشون في المهجر وممكن أن ينحرفوا دينيا أو روحيا أو فكريا أو مذهبيا إلى آخره، ونحن مسؤولون عن رعايتهم زي ما قيل في الدسقولية: فليهتم الأسقف بكل أحد ليخلصه. ونحن مسؤولون أيضا عن الجيل الذي يأتي فيما بعد، لأن الأطفال الصغار دلوقتي هم اللي هيكونوا الجيل المقبل، فلا بد أن نعد لكل هؤلاء الكنائس والكهنة والقوانين والأنظمة، ونعد لهم ترجمة الكتب اللازمة لثقافتهم الدينية وثقافتهم الروحية. وبدأنا أولا بترجمة الكتب الطقسية، الكتب الخاصة بصلوات القداس والعشية وباكر والإبسالمودية في الترتيل وكتاب السنكسار وكتاب الأجبية، كل كتب الطقسية
نحن مسؤولون، شعورنا بالمسؤولية أن نعمل هذا. وأصعب بلاد هي بلاد الرحلة الأخيرة اللي رحتها. يعني أمريكا مثلا ما فيهاش غير لغة واحدة، هي اللغة الإنجليزية، فسهل علينا أن احنا نترجم ونشتغل معاهم. طب بلاد أوروبا دي الإنجليز بيكلموا إنجليزي، والفرنسويين بيكلموا فرنساوي، والألمان بيكلموا ألماني، والإيطاليين بيكلموا إيطالي، واليونان بيتكلموا جريجي، والسويد بيتكلموا سويدي، والدنمارك بيتكلموا دنمارك، حكاية ما، والإيطاليين بيتكلموا إيطالي. كل بلد لها لغة، كل بلد لها لغة. صحيح بيساعدنا أن بعض اللغات تعتبر انترناشونال زي الإنجليزي أو الفرنساوي، لكن برضو اللغة المحلية هي اللي يعرفها الكل. يعني مش الكل دارس لغات أجنبية. زي مصر اللغة العربية هي لغة الكل، لا نفترض في كل إنسان أن يعرف إنجليزي أو فرنساوي. ومن هنا كان الشعور بالمسؤولية نحو أولادنا في المهجر هو شعور كبير وصعب، وتنفيذه مش سهل. علشان أبعت قسيس في أي بلد لازم نعده بأنه يعرف اللغة بتاعت البلد، أمال هيتعامل معهم إزاي؟ حتى إن كان في القداس قدر يقولوا بأي طريقة، طب اعترافات الأولاد والأطفال والشبان، يقول للواد الصغير استنى يا حبيبي لما تدرس انجليزي وتبقى تعترف عليها بالانجليزي. ده لازم يعرف اللغة بتاعتهم. من هنا كان الشعور بالمسؤولية ان احنا نهتم بأولادنا في المهجر. عندنا مجموعة ضخمة جدا، يعني زادت الكنائس بشكل كبير، يعني لدرجة ان اصبحت مسؤوليتنا المستقبلة ان احنا نعين لهم اساقفة ايضا. في منطقة نيويورك ونيوجيرسي فيها 16 كنيسة، غالبا هيبقوا 17 و18 و19 في مستقبل قريب. ناس كتير بيقابلوني لتأسيس كنائس، أقول لهم ماليش دخل وأهتم بس بأولادي في القاهرة وأسيبهم يضيعوا، ولو سبتهم يضيعوا ما نقدرش نلمهم فيما بعد. هنلمهم ازاي بعد ما يكونوا راحوا؟ ده دلوقتي احنا بنعالج كتير حكاية ألمانيا اللي رحتها اخيرا. زمان كان واحد من اولادنا يروح ألمانيا، فاول حاجة يعملها يتجوز له بنت ألمانية. البنت الألمانية تساعده على الأقل في ثلاث أمور. أولا تساعده أن ياخد الإقامة، ثانيا تساعده أن يتعلم اللغة، ثالثا تساعده تشوف له وظيفة. وطبيعي إن أولاده هيبقوا ألمان ويبقوا تبع أمهم في كل حاجة، لأن ده غريب الجنس. نسيب دول لما يضيعوا، كنا اتأخرنا عليهم شوية لأن احنا مش قادرين نبعت لكل مكان كل ما يحتاجوا في الأول مرة واحدة. وبعدين بعت لهم المتنيح أبونا الصليب
سوريال صلح كتير في الأوضاع، وبعدين بعثت لهم نيافة الأنبا بشوي صلح كتير في الأوضاع الإدارية وفي عمل قانون للكنيسة بتاعتنا في ألمانيا، وبعدين بعثت لهم نيافة الأنبا دميان وهو الذي فاق الكل، يتكلم اللغة الألمانية بفصاحة وسرعة ودقة ربما أحسن بكثير من الألمان، بيعرف يشتغل بيعرف يشتغل. يعني مثلا أخذنا دير كبير في هوكستر، دير كبير أنا كنت فاكر مجرد دير، ده دير وله مباني عديدة وكل حاجة هيصة، بكام؟ اتفق معاهم طبعا بالشطارة وبالحكمة وباللغة وبالهيصة دي على تمن رمزي، مجرد مارك واحد لكل هذه الأبنية اللي تطلع بعدة ملايين. ليه؟ مكان قديم وأثري وخربان وما فيش حد يقدر يقعد فيه، نخش الدير ونعمره لكم ونصلحه لكم ونصرف عليه، بس الدهول اتفضل خدوه عمر وابني واشتغل. واتفق مع نيافة الأنبا السربمون يبعت له 10 صعايدة من اللي بيشتغلوا في الدير، راحوا يشتغلوا شغل تمام رجالة. في توضيب الدير وفي تعميره رحنا عجب في عجب. القرية القبطية اللي اشتراها حاجة ما اقدرش اقول غير انها عجب عجب. فيها 30 مبنى، مبنى واحد منهم اللي احنا كنا فيه اللي كان عايش فيه كل الاباء الاسقفة وكتير من الاباء الكهنة، وكل واحد له اوضة كاملة وصالة ضخمة للدراسة وللمحاضرات وللمؤتمرات. ده 1 من 30، 1 من 30. أصبح الأخباط لهم مكان غير المكان اللي في ترير، المكان اللي عاش فيه القديس أثناسيوس أثناء السبت. الكنيسة القبطية راحت تشتغل من مفيش، بدأت من مفيش وبقى ليها كل هذا العمار وهذه الديار وهذا الانتشار اللي في كل مكان. عمل لهذا الجيل وللجيل المقبل، عمل لهذا الجيل وللجيل المقبل. من مفيش انتوا هنا قاعدين طبعا بتسمعوا الاخبار وبتفرحوا بيها، لكن كيف امكن ان يتم هذا العمار وما الانفاقات التي انفقت على الترميم وعلى اجور الموجودين وعلى المعيشة العادية وعلى المية وعلى النور وعلى الصيانة؟ كفاية نقول نشكر ربنا وخلصت على كده. الله الذي أمرنا أن نعمر مساكنه هو الذي يتولى التعمير بنفسه، تمام زي ما قال أبونا إبراهيم أب الآباء، سأله إسحاق ابنه وقال له يا أبي هو ذا الحطب والنار والسكين وأين الخروف للمحرقة يا أبتي؟ فقال له إن الله الذي أمرنا أن نقدم له محرقة هو يرى له الخروف يا ابني. إن الله الذي أمرنا أن نعمر كنيسته هو اللي بيقوم بالحاجات دي.
كلمة لطيفة بنفتكرها كل ما دخلنا في تعمير مكان، نفتكر قول المزمور: إن لم يبن الرب البيت فباطلا تعب البناؤون. ربنا هو اللي بيبني البيت وهو اللي بيشتغل، ونحن نجلس ونرى ونفرح ونسر ونؤمن بيد الله العاملة. قصة ماري مرقس بتتكرر. ماري مرقس جه مصر ما كانش فيها مسيحيين خالص، وكان فيها ديانات فرعونية ويونانية ورومانية وشرقية ويهودية. بدأ يشتغل من مفيش. إنها قصة إيمان نعيشها في شعورنا بالمسؤولية. ربنا يقول لنا: كفاية أنكم تشعروا بالمسؤولية وسيبوا المسؤولية لي، أنا اللي هقوم بكل حاجة، أنا اللي هقوم بكل حاجة، بس أنتوا ابتدوا. الحكاية دي قالها لتلاميذه، قال لهم: حينما أرسلتكم بلا كيس ولا مزود، بلا ذهب ولا فضة ولا نحاس في مناطقكم، هل أعوزكم شيء؟ قالوا له: لا. قال لهم: هي دي، هي دي. كتير من الأشخاص يحبوا يتكرسوا ونسلمهم كنيسة مبنية جاهزة وشعب موجود جاهز وكل شيء مؤسس ونقول لهم اشتغل، لكن أعظم من هؤلاء اللي بنسلمهم مفيش. عارفين يعني بنسلمهم مفيش؟ يعني مفيش حاجة نسلمها لهم، نقول لهم روحوا كده على باب الله. وقريت باب الله باب يعني سهل ده، خشوا من الباب الضيق وبعدين يروحوا على باب الله ويخشوا من الباب الضيق، وربنا يبتدي يوسع أبوابه ويوسع لغاية لما يجدوا نفسهم في جو ما كانوا يحلمون به. احنا لما ابتدينا مثلا نخدم في أمريكا كان عندنا كنيستين في أمريكا وكان عندنا كنيستين في كندا. دلوقتي عدد الآباء الكهنة في أمريكا اللي اتعمل لهم انشورنس تأمين يعني 106. منين جم؟ من عند ربنا. الله الذي أمرنا أن نقدم له محرقة، هو رأى الخدام اللي يرسلهم لهناك. ابتدينا في أستراليا وكان عندنا كنيستين بس، حاليا فيه 23 كنيسة وفيه ديرين وفيه 3 مدارس وفيه كلية إكليريكية وفيه كنيستين تاني في نيوزيلاند، لأن نيوزيلاند بقت دولة مستقلة. جم منين؟ من عند ربنا. طب وانتوا مشيتوا بايه؟ مشينا بحكاية الشعور بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية. ابتدينا في افريقيا مفيش، مفيش يعني مفيش. واصبح لينا حوالي 27 كنيسة في افريقيا، لينا حوالي 10 كنائس في جنوب افريقيا. نيافة الانبا بولس دلوقتي بيشتغل في تنزانيا وفي اوغندا. ايه الاساس اللي بتشتغل منه؟ مفيش، مفيش اساس.
أمال إيه اللي بس اللي موجود معاك؟ الشعور بالمسؤولية. شعور بمسؤوليتنا ليس فقط من جهة أولادنا الذين تسلمناهم في الكنيسة القبطية، إنما شعور بالمسؤولية نحو تلك الشعوب الأخرى التي قال عنها الرب عن مثيلاتها ليونان النبي: أفلا أشفق أنا على نينوى العظيمة التي يوجد فيها 12 ربوة من الناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم؟ نحن مسؤولون أيضا عن هؤلاء. كل ما الواحد يخش في المسؤولية تتسع دائرة المسؤولية أمامه، وتتسع دائرة النعمة أمامه، ويتسع عمل الله أمامه. يكفي إنه شعر بالمسؤولية، شعر بالمسؤولية. ما هو في واحد يقول: وأنا مالي، وأنا مالي، مالي أنا بتنزانيا، مالي بأوغندا، مالي ببلاد تركب الأفيال، أنا مالي. خليني في شوية اللقباط اللي معايا هنا. لا، ده هنا الشعور بالمسؤولية، هنا الشعور بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية نحو كل أحد. زي ما بولس الرسول قال في شعوره بالمسؤولية: صرت لليهودي كيهودي لكي أربح اليهودي، ولليوناني كيوناني لكي أربح اليوناني، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لأربح الذين بلا ناموس. صرت لكل أحد كل شيء لكي أربح على كل حال قوما. هذه الشغل بالمسؤولية. بنعمة ربنا نسافر ونعبر البحار والمحيطات، ونركب طائرات تطير ما بين السماء والأرض، ومستقبلها في يد خالق السماء والأرض. احنا عارفين رايحين فين. انا فاكر مرة اتنقلت من بلد لبلد في افريقيا، كنا 4 في ذلك الحين، أنا والأنبا أنطونيوس ماركوس والأنبا بولس والأنبا سرابي، والطيارة ما تسعش غير الأربعة بس، بالإضافة إلى السواق ومساعده زي العصفورة كده. كنت أقول لهم: يلا على العصفورة، نركب العصفورة ننزل من العصفورة بتاع قد كده، ونسافر من بلاد لبلاد. ليه؟ للشعور بالمسؤولية، لكي أربح على كل حال قوما. ونجد ربنا يعمل إنتاج عجيب عجيب في كل بلد كنا نروح فيها في أفريقيا عشان ندشن الكنيسة. نلاقي الشعب منتظرنا قبل الكنيسة بحوالي كيلو أو نص كيلو أو 3/4 كيلو، ويمشوا قصاد العربية بالغنى بالرأس باللافتات بكله. ليه؟ فرحانين بعمل الرب. آلاف اتعمدوا في إفريقيا، اتعمدوا من أول وجديد، وبقى فرحانين. شغل. نشكر ربنا إن الآباء الأسقفة اللي بيخدموا في أفريقيا يشعرون بالمسؤولية. ووسط الشغل ده الذي ليست لنا أي إمكانيات فيه، يجيني أنبا بولس يقول لي: إيه، لأ، إيه رأيك نروح في ساحل العاج؟ ساحل العاج؟ أنت ليك حاجة في ساحل العاج؟ ليه الشعور بالمسؤولية؟ ليه الشعور بالمسؤولية؟
الكنيسة القبطية هي الكنيسة الأم في الأفريقية، في أفريقيا، وهي الكنيسة الأفريقية الأصل، والناس يحبوها، عندهم اسم أثناسيوس الرسولي زي ما بيقول النشيد، معلم بين ربوة، معروف كده كفرس في مركبات فرعون، لاهوت أفريقي كما يسموه. خلاص نروح. الشعور بالمسؤولية أمام هذا الجيل، يعني نشكر ربنا أن في هذا الجيل أعطانا أشخاص يحبوا يشتغلوا ويخدموا ويتعبوا. احنا ضامنين الجيل الجاي يبقى ايه؟ فنضع أساسا بنعمة الله للعمل في هذا الجيل وللجيل الذي سيأتي فيما بعد. جيل يأتي فيما بعد يدخل على الكنيسة وأمامه ملاك يغني في أذنيه ويقول له عبارة الرب: أنتم دخلتم على ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. ده الجو اللي يعيش، جو الكرازة، جو الخدمة، جو التعب. ينتقل الإنسان من بلد لبلد، بلاد تختلف في الجو وتختلف في الثقافة وتختلف في اللغة، ولكنها لا تختلف في شيء واحد، وهو الحاجة إلى الرعاية وإلى التعليم وأيضا إلى الكنائس. يعني أدي عندنا الكنائس اللي بقول لكم عليها، ومع ذلك أنا راجع من هذه الرحلة ومعايا قائمة بأزيد من 12 طلب، ربما 14، في حاجة إلى إنشاء كنائس جديدة وإلى إرسال كهنة. أفضل قاعد وأقول ماليش دخل؟ لا، الشعور بالمسؤولية يقول لي سافر وافتقد وادرس احتياجات الناس وابذل كل جهد لكي تستوفي لهم ما يريدونه من احتياجات. في شعورنا بالمسؤولية بنتقابل مع العديد من الناس، العديد من الرؤساء والشعوب، رؤساء الكنائس ورؤساء الدول، رؤساء الجماعات. وبنكون علاقات مع الناس وبنشرح أمور وبنوضح أمور، وأيضا نكون سفراء لبلادنا في الخارج. ليست المسؤولية هي مسؤولية الكنيسة فقط، إنما المسؤولية مسؤولية كل أب وكل أم عن إعداد الجيل الحاضر والإعداد للجيل المقبل أيضا. كل أب وكل أم عليه مسؤولية. للأسف الآباء والأمهات بيفتكروا ان مسؤوليتهم هي في انهم ينشأوا اولادهم ويعلموهم ويطمئنوا الى وظائفهم وزواجهم ويطلقوهم بسلام. طب وروحياتهم؟ ما عليكش مسؤولية من اجل روحيات ابنك؟ ما عليكش مسؤولية من اجل ان ابنك
يدخل الملكوت عن طريقك، ما مسؤولية كل إنسان في إعداد الجيل المقبل؟ ما هي المسؤولية تجاه الأولاد، تجاه تربيتهم، تجاه روحياتهم؟ ساعات الأب والأم يقول لا 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 لا، أولادي دول أنا بوديهم مدارس الأحد. طب كويس إنك بتوديهم مدارس الأحد، وساعات بيرجعوا من مدارس الأحد وهم مش عارفين حاجة وهم مش فاكرين. نصيحتي لكل أب وكل أم أقولها أمام الهيكل والمذبح: ابنكم تودوه مدارس الأحد، وأول ما يرجع اسألوه أخدت إيه النهاردة، وشوفوه، جايز يقول مش فاكر، جايز يقول مش عارف. اسألوه، لما يعرف إنه هيتسأل هينتبه كويس، يقول عشان أعرف أرد على بابا وماما لما يسألوني. لكن خلاص وديتوه وغسلتم إيديكم وقلتم نحن أبرياء من دم هذا البر، لا يا حبيبي الكلام ده مينفعش. ده انتوا عليكم أيضا إن تدوهم دروس إضافية غير دروس مدارس الأحد. الكتاب بيقول: الكلام الذي أقوله لك اليوم ليكن على قلبك، لتكن الكلمات التي أقولها لك اليوم على قلبك وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تنام، وحين تقوم، وحين تمشي في الطريق. قصها على أولادك، تكلم بها حين تجلس في بيتك، دي المسؤولية. لكن للأسف الشديد في ناس لا يشعرون بهذه المسؤولية. عشان كده الولد بالنسبة لأبوه وأمه ما بياخدش الدين من أبوه وأمه، مش هما المدرسين بتوعه، بياخد الدين من بره، من الكنيسة، من مدارس الأحد. طب ليه ما تكونش الأم بتعلم ابنها؟ ليه ما يكونش الأب بيعلم ابنه؟ أمال بتستلموهم من المعمودية إزاي وتبقوا أشابين لهم؟ ما مسؤولية الإشبين الذي يستلم الطفل من المعمودية؟ والأب الكاهن يقول له: أنت مسؤول على الولد، تعلمه وتربيه في مخافة الله. فين مسؤولية؟ هي بس المسؤولية مسألة الأكل والشرب والتعليم والملابس والمصروف المادي؟ لازم تشعروا بالمسؤولية نحو أولادكم. ربنا في يوم الدين هيسأل كل واحد فيكم: عملت إيه في أولادك وفي تربيتهم؟ ما أظنش حد يقدر يقول له: أحارس أنا لأخي، زي ما قال قايين. أيوة أنت حارس لأخوك وحارس لابنك. مسؤولية كل أب كاهن، مسؤولية كل أب أسقف، مسؤوليتي أنا أيضا. كلنا مسؤولون أمام الله لكي نعطي حسابا عن الوديعة التي سلمنا إياها. اللي خد 5 وزنات جه يتحاسب قصاد ربنا، فقال له: 5 وزنات التي أعطيتني ربحت بها 5 وزنات أخرى. واللي أخذ الوزنتين قال له: ربحت بهما 2 وزنتين أخريين. ونحن ماذا ربحنا؟ 2 وزنات معطاه ليك. كل سلطة أمامها مسؤولية. الكاهن بياخد سلطة في الكهنوت لكي يؤدي مسؤولية في الكهنوت. الأسقف بياخد
ما بياخد سلطة في الأسقفية لكي يعطي حسابا عن استخدام هذه السلطة في بناء ملكوت الله. يكفي العبارة التي تهز كل ضمير اللي بتقال لترعى كنيسة الله التي ائتمنك عليها ومن يدك يطلب دمها، من يدك يطلب دمها، آدي المسؤولية، مسؤولية البطرق، مسؤولية الأسقفة، مسؤولية الأسوس، مسؤولية الشمامسة، مسؤولية خدام مدارس الأحد، مسؤولية كل أب وكل أم، مسؤولية الخدام عموما. لازم يوجد شعور بالمسؤولية، لازم يوجد شعور بالمسؤولية. اللي يشعر بالمسؤولية يقوم بيها، واللي يصهين وكأن ما فيش مسؤولية أهو بيهمل، لكن ربنا مش هيسيبه مهما أهمل، مهما تجاهل المسؤولية هيقف قصاد ربنا يعطي حسابا عنه. أنت أيضا مسؤول عن كل عمل تعمله، أنت مسؤول عن كل عمل تعمله، ومسؤول عن نتائج هذا العمل، مسؤول عن نتائج العمل، مسؤول عن ردود الفعل، مسؤول عن كل كلمة تقولها. بيقول الكتاب كل كلمة بطالة تخرج من أفواهكم تعطون عنها حسابا في يوم الدين. كل كلمة، كل كلمة لازم تكون كلماتك مثمرة في ملكوت الله، كلمات للمنفعة، كلمات روحية، كلمات لها تأثير. السيد المسيح بيقول ايه؟ بيقول أقمتكم، أرسلتكم لكي تأتوا بثمر ويدوم ثمركم، أرسلتكم لكي تأتوا بثمر ويدوم ثمركم. فين الثمر اللي انت بتقدمه وتعطي عنه حسابا في يوم الدين؟ فين؟ مش مسؤولين بس عن العمل، عمل البر المطلوب مننا، ده مسؤولين ايضا عن الاخطاء التي تصدر منها، وممكن كل خطأ يتسع في نتائجه ولا ندرك ما حدوده. لست مسؤولا فقط عن الخطأ الذي ترتكبه، إنما أنت مسؤول إذا جعلت غيرك يخطئ، وهنا تبدو العثرة، إذا جعلت غيرك يخطئ. لذلك آخاب الملك الذي نشر عبادة الأصنام مع زوجته إيزابيل، ربنا كذا مرة قال في الكتاب المقدس في سفر الملوك آخاب الذي جعل إسرائيل يخطئ، لأن قاد غيره للخطأ بنشر عبادة الأصنام. هناك أشخاص يهربون من المسؤولية، إما هروب من المسؤولية بسياسة التحويل، يحول المسؤولية على غيره، أو التنصل من المسؤولية، أو الهروب عن طريق الأعذار والتبريرات. آدم وحواء كل منهم
حاول يحول المسؤولية على غيره. آدم قال للمرأة أعطتني والحية، وحواء قالت الحية أعطتني. سياسة تحويل، ما فيش عند ربنا سياسة تحويل. انت عملت ايه؟ تحول على غيرك ما ينفعش. ناس بيقولوا غلطة الأسوس، غلطة الأسقفة، غلطة الكنيسة كلها. أنا عايز غلطتك أنت. غلطتك أنت إيه؟ تقعد تحول على غيرك؟ ما ينفعش. عايزين غلطتك أنت إيه؟ واحد يقول أنا بقالي كذا سنة مفيش قسيس دخل بيتي. هقول له طيب وأنت بقالك كذا سنة دخلت بيت ربنا ولا ما دخلتش؟ هو ان ما كانش قسيس يزقك كده ما انتش داخل؟ زي العربيه اللي ما تمشيش الا بالزق. ما في عربيه بتمشي بنفسها، حاجه اوتوماتيك. زي زمان كانوا يسموا العربيه اوتوموبيل. اوتو يعني ذات، موبيل يعني بيتحرك، يعني بيتحرك من ذاته. لكن العربية الحنطور بيجرها حصان، إن ما كانش حد يجرها ما تنجرش. كتير من الناس يحاولون أن يلقوا مسؤولية أخطائهم على غيرهم، يحاولون أن يلقوا مسؤولية أخطائهم على غيرهم. لا، إحنا عايزين مسؤوليتك أنت. أو الأعذار، الأعذار والتبريرات، أصل الظروف، أصل العالم، أصل الدنيا. على رأي الشاعر اللي قال نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. إحنا المسؤولين. يقول لك الزمن، أصل الجيل ده وحش. طب ما تخليك أنت خميرة حسنة لهذا الجيل، ما تخليك نور للعالم، ما تخليك ملح للأرض. بس الجيل وحش ده. إذا كان الجيل وحش يبقى لازم تدي ابنك شحنة أكبر من الروحيات، تدي له دوزس كبيرة علشان الجيل وحش. لأن الكتاب بيقول حيثما كثرت الخطية تكثر النعمة جدا. فما دام العالم فيه خطية، ادي تعليم أكثر، ادي روحيات أكثر، ادي تأثير أكثر، سواء من الكنيسة أو من الوالدين أو من الخدام أو من الشعب كله. يا ريت نشعر بالمسؤولية. كفاية، تفضل.